السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف التاسع الأساسي اللي هو ثالث إعدادي في بقية الدول. طبعا وصلني سؤال من الطالب مجدي ماجد يريد حل تمرين رقم 6 صفحة 98، فوجدت التمارين هذه تتكلم عن اختصار المقادير الجبرية، الكسور الجبرية، هذا كاس الجبري وهذا كاس الجبري وهذا كاس الجبري، أو ضرب وقسمة الكسور الجبرية، يعني هذا كاس الجبري البسط مقدار جبري والمقام مقدار جبري وهكذا. علشان اولا قبل ان نحل ضع اللايك للفيديو وشارك الفيديو لزملائك لتعم الفائده ودعما للقناه. رقم 2 هناك تعليق مثبت اسفل الفيديو ستجد فيه قائمه فيها تقريبا 400 اكثر من 400 فيديو كلها حلول تمارين واجابات اسئله الكتاب المدرسي. حدد التمرين ورقم الصفحة وعنوان الدرس وستجد التمارين، وأي سؤال واستفسار في التعليقات. السؤال يقول اجري العمليات التالية أو أوجد الناتج أو اختصر الكسور الجبرية التالية، اختصار يعني. رقم 6 6 سين زائد 6 هذا البسط، المقام سين زائد 1 الكل تربيع ناقص سين المقام، في سين تكعيب ناقص 1 على سين تكعيب ناقص 3 سين تربيع، قسمة قسمة سين أس 4 ناقص 1 على سين أس 3 زائد سين تربيع. نبدأ على مقدار، يعني هذا اللي بالبسط نحلله. كيف يتحلل؟ نركز ونراقب إذا كان في أشياء مشتركة بين الحدين نخرج العامل المشترك. هنا طبعا في 6 وهنا في 6، خرجتها عامل مشترك، بقي معي من هنا سين زائد 1 لأنه راحت الستة خرجت برا، ستة في سين بستة سين، ستة في موجب واحد بموجب ستة. إذا نركز أول شيء على العامل المشترك بأي مقدار جبري إذا كان في عوامل مشتركة. تحليل المقادير الجبرية إما هو استخراج العامل المشترك أو فرق بين مكعبين أو فرق بين مربعين أو مقدار ثلاثي يتحلل بالمقص. ما واجهنا هنا بهذا التمرين مقدار ثلاثي، واجهنا فرق بين مربعين وفرق بين مكعبين وايضا العامل المشترك. طبعا اخذت الستة عامل مشترك هذا البسط، بقي معي سي 6 في س زائد 1. بالنسبة للمقام في قوس س زائد 1 الكل تربيع، س زائد 1 الكل تربيع معناته افتح القوس اضرب القوس في نفسه، يعني س زائد 1 في س زائد 1، وفعلا ضربته على جنب هنا هذا اللي هو س زائد 1 تربيع، فك القوس يعني ضربه في نفسه، س زائد 1 في س زائد 1، سين في سين سين تربيع، سين في واحد بسين، واحد في سين بسين، واحد في واحد بواحد، يطلع لي سين تربيع زائد اثنين سين زائد واحد، ها هو النتيجة. سين تربيع زائد اثنين سين زائد واحد، ناقص سين، نزلتها كما هي، ناقص سين. في سين تكعيب أو سين أس ثلاثة ناقص واحد، هذه فرق بين مكعبين. طبعًا معروف القانون حق فرق بين المكعبين. فرق بين المكعبين معناته الاول مكعب والثاني مكعب، يعني الجذر التربيعي وهذا له جذر تكعيبي، هذا له جذر تكعيبي وهذا له جذر تكعيبي. قوس صغير وقوس كبير، القوس الصغير جذر الاول س تكعيب جذرها س والواحد جذر واحد التكعيبي، ونزل الاشاره كما هي. بعدها اربع الحد الاول س في س س تربيع، اضرب الاول في الثاني باشاره مخالفه هي سالب رجع موجب، وواحد في واحد سالب في سالب بموجب واحد. إذا قانون الفرق بين المكعبين إن أنا أخذ جذر الأول ناقص جذر الثاني، الجذر التكعيبي س تكعيب جذرها س والواحد جذرها واحد تكعيبي. بعدها ربع السين أضربها في نفسها س في س س تربيع، والواحد في واحد بموجب واحد، وأضرب الأول في الثاني بإشارة مخالفة يكون الحد الأوسط، س في واحد بس بس سالب س بيطلع لي، لا خليها موجب س، غير الإشارة. المقام، المقام هنا في شيء مشترك، شوف هنا س أس 3 وهنا س تربيع، لو خرجت س تربيع عامل مشترك كم يبقى لي من هنا؟ يبقى لي من هنا س، ومن هنا يبقى لي 3. إذا خرجت س تربيع عامل مشترك بين الحدين س أس 2، بقي من هنا س ومن هنا 3. الإشارة تنزل، ما فيش بقسمة ما فيش حاجة اسمها قسمة الكسور الجبرية أو قسمة الأعداد النسبية، أي كسر أو كسر عادي نغير القسمة إلى ف، نغير القسمة إلى ف إلى ضرب، ثم نقلب المقسوم عليه هذا المقام يصبح بسط والبسط يرجع مقام، فهنا القسمة حولتها إلى فين، المقسوم عليه هذا هذا كان بسط س أس 4 ناقص 1 رجعته مقام، فرق بين مربعين جذر الأول ناقص جذر الثاني، جذر الأول زائد جذر الثاني، قوسين متساويين، جذر الأول س س أس 4 جذرها س تربيع، الواحد جذرها واحد، مرة بالسالب مرة بالموجب. بالنسبة للمقام نرجع بسط،
بس في شيء مشترك بينها سين تربيع. لو خرجت السين تربيع خارج القوس يبقى لي من هنا سين ومن هنا يبقى واحد، بهذا انا لما اعيد الضرب سين تربيع في سين بسين تكعيب، سين تربيع في واحد بسين تربيع. اذا ايش سويت انا الان؟ حللت المقادير الجبريه وغيرت القسمه الى في وقلبت اللي بعد اشاره القسمه، المقام رجع بسط والبسط رجع مقام، وحللت تحليل تحليل المقادير الجبريه. ما حللت، اخذت العامل المشترك هنا، فكيت القوس هذا في نفسه، اخذت العامل المشترك هنا 6، هذا فرق بين مكعبين حليته، هذا فرق بين مربعين رجعته مقام وحليته فرق بين مربعين، هذا اخذت العامل المشترك. الان الخطوه القادمه تحليل ايضا ومراقبه المقادير المتشابهه، الاقواس المتشابهه من البسط والمقام، واشطبها اختصرها. 6 س زائد 1، هنا شوف س تربيع زائد 2 س زائد، هنا في سالب س وهنا زائد س، لو قلت 2 ناقص 1 الباقي 1، اذا الباقي معي المقدار هذا كله س تربيع زائد س زائد 1، هذا الواحد نزل كما هو، 2 س ناقص س الباقي 1 س، اذا جمعت السينات فقط في س ناقصا 1 في س تربيع زائد س زائد 1 نزل كما هو، هنا نزل ايضا كما هو، انا لانه باقي مقادير تقبل التحليل. في س تربيع نزل كما هو، معني هذا المقدار فرق بين مربعين، س تربيع ناقص 1 ايضا فرق بين مربعين، تحليله قوسين متساويين جذر الاول ناقص جذر الثاني، جذر الاول زائد جذر الثاني، س ناقصا واحدا في س زائدا 1 قوسين طلع، س تربيع زائدا 1 نزلت كما هي. الان اختصار الاشياء المتشابهه من البسط والمقام يساوي، طبعا شوف س تربيع زائدا س زائدا 1 في هنا واحد مشابه لقوس اشطبه فيها واحد، اخذت واحد من البسط واحد من المقام، معك س تربيع تروح مع س تربيع، واحد من البسط واحد من المقام، معك س زائد واحد هنا مع س زائد واحد بالمقام، معك س ناقص واحد مع س ناقص واحد، س ناقص واحد اللي هنا راحت مع س ناقص واحد، ايش بقى معي بالضبط؟ بقى معي بالبسط 6 س زائد واحد، هذه البسط شوف بقي 6، بقي معي 6 في س زائد واحد، هذا بقي البسط فقط راح كله اختصر مع المقام، والمقام ايش بقي معي؟ بقي معي س ناقص 3 قوس مضروب س تربيع زائد واحد، س تربيع زائد واحد ما يتحلل وما في حاجة تختصر، س تربيع زائد واحد انتبه تختصر هذا مع هذا، لا هذا س تربيع زائد واحد وهذا س زائد واحد، إذا هذا هو الحل النهائي، هذا هو المطلوب، اختصرت المقادير هذه الثلاثة الجبرية، الكسور الجبرية هذه اللي هي مضروبة في بعض، أخذت عوامل مشتركة، الأشياء المشتركة بين الحدين، الأشياء المشتركة بين الحدين، حليت هذا فرق بين مربعين لأن هذا مربع مربع، حليت هذا فرق بين مكعبين، غيرت إشارة القسمة إلى في، وقلبت المقسومة اللي بعد إشارة القسمة البسط رجع مقام، والمقام رجع بسط، ثم يأتي حكاية الاختصار وتكملة التجميع، جمعت هنا 2 س وهنا سالب 1، هنا موجب 2 وهنا سالب 1، طلع لي موجب 1، إشارة الأكبر موجب، و2 ناقص 1 الباقي 1. وبعدين اختصرت مع قوس موجود هنا اللي خرج من التحليل المقدار الفرق بين المكعبين نفسه، شوف اجى نفسه، بعدها اخذت هذا فرق بين مربعين س ناقصا واحد في س زائدا واحد لانه مربع ومربع، لو قدر تربيع لو قدر تربيع بينهما اشاره سالب، لكن هذا س تربيع زائد واحد ما يتحلل، ما في قانون يقول ان س تربيع زائد واحد يتحلل، لا، لكن س تربيع ناقص واحد يقبل التحليل لانه هذا فرق بين مربعين اسمه، فرق بين كميتين مربعه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، شاركوا الفيديو لزملائكم لتعم الفائده، ولا تنسوا دعم القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اي سؤال او استفسار ايضا في التعليقات، الى لقاء فيديو اخر باذن الله تعالى.